السلام عليكم شباب بريب تو زي ما وعدناكم ان شاء الله النهارده هنحل مع بعض اكزام نمبر 1 كايرو جوفرنريت فرع الجبرا اند ستاتستكس في نمبر 1 بيقول لي تشوز ذا كوريكت انسر نمبر 1 اف كي اند 1 ساتيسفايز ذا ريليشن اكس بلس واي ايكوال 5 ذن كي طبعا عارفين ان اي اوردرد بير كونسيستس اوف اكس اند واي يعني معناها ان انا اقدر اشيل الاكس واحط كي واشيل الواي واحط 1 كل ده ايكوال 5 اكس بلس 1 ايكوال 5 كي بلس 1 ايكوال 5 يبقى الكي بكام ممكن احلها كاكويجن اودي ال1 هناك تروح بالنيجاتيف تبقى 5 ماينس 1 اللي هي 4 ممكن اقولها بديهيا خالص ان 4 بلس 1 هي اللي هتدينا 5 نمبر 2 بيقول لي if the volume of a cube is 64 سنتيمتر كيوبك then its edge length عارفين طبعا ان الفوليوم ايكوال الكيوبيك مديك الفوليوم ب 64 يبقى اللينس بكام لازم اخد الكيوب روت اوف 64 وطبعا عارفين ان الكيوب روت اوف 64 4 واللي مش عارف يجيب الكالكوليتر ويعمل كيوب روت اوف 64 ودايما اول ما يديك الفوليوم تاخد الكيوب روت عشان تجيب الايدج دايما حتى لو هو عايز ايه باللازم نمبر 3 بيقول لي اف ذا مود المود اللي هو الموست ريبيتد فاليو اوف ذا 4 11 8 2 x is 4 المود ب 4 يبقى x بكام يبقى اقول 2 اكس ايكوال 4 يبقى الاكس ايكوال 4 divided باي 2 اللي هي 2 نمبر 4 ذا multiplicative انفيرس اوف روت اوف 6 اوفر 2 عارفين الملتبليكتيف انفرس ان احنا بنبدل السكند تيرم مع الفيرست تيرم يبقى 2 over root of 6 بس احنا متعودين عندنا ان احنا بنسيبش root في الدينومينيتور امال بعمل ايه؟ بعمل multiplied باي root of 6 over root of 6 تبقى في النمريتور 2 root of 6 over root of 6 تايمز root of 6 تبقى 6 2 divided by 2 ايكوال 1 و 6 divided by 2 ايكوال 3 يبقى root of 6 over 3 اللي هي letter B ممكن اعملها بالكالكوليتر عشان اتاكد ان انا صح 100% بما انه تشوز يبقى 2 اوفر روت اوف 6 ايكوال روت اوف 6 اوفر 3 نمبر 5 بيقول لي اف ذا لوور باوندري اوف ا سيت از 4 اند ابر باوندري از 8 يعني اللوست ليميت او اللوست فاليو 4 الابر فاليو 8 then اتس سنتر احنا عارفين السنتر عباره عن اللور اللي هو 4 بلس الأبر اللي هو 8 أوفر 2 4 بلس 8 12 12 أوفر 2 تبقى 6 نمبر 6 بيقول لي the value of y the, the slope of y axis is عارفين ان ال slope بتاع الواي اكسس هو undefined ده الواي اكسس كده او البارلل

يبقى root of 3 هنا power 2 minus root of 2 power 2 root of 3 power 2 تبقى 3 root of 2 power 2 تبقى 2 3 minus 2 1 ممكن نعملها بالكالكليتور عشان ما نغلطش تبقى root of 3 minus root of 2 times root of 3 plus root of 2 equal 1 نمبر 2 closed interval 3 and 5 minus the set of 3 and 5 يعني معناها بيقول لي احذف ال 3 وال 5 عشان احذفهم من الانترفال دي بدل ما هي closed هتبقى open يبقى open the interval 3 to 5 نمبر 3 بيقول لي if the slope of the line passing through 2 and k and 3 and -1 is 2 then k طيب خلينا نكتب القانون بتاع الاسلوب اللي هو difference of y axis over the difference of x axis وعشان اعرف احل لازم تبقى دي x1 y1 x2 y2 يبقى y2 اللي هي النيجاتيف 1 ماينس y1 اللي هي k over x2 اللي هي 3 ماينس x1 اللي هي 2 كل ده الاسلوب بيطلع كام في الاخر اس 2 يبقى نعمل ايكوال تو 3 2 ب 1 يبقى خلاص معايا النيومريتور كده نيجاتيف 1 ماينس كي ايكوال تو النيجاتيف 1 دي هتروح بالبوزيتيف عشان احنا هنحل ايكويشن يبقى 2 بلس 1 يبقى نيجاتيف كي ايكوال تو بلس 1 اللي هي 3 عشان نجيب الكي يبقى هنا اوفر نيجاتيف وهنا اوفر نيجاتيف تبقى نيجاتيف 3

sum of values over a number of values. lower 20, 34. plus 23, plus 25, plus 40, plus 22, plus 12. over 1, 2, 3, 4, 5, 6. And give your calculator. and i will Cat 10. 34. plus 23 plus 25 plus 40 plus 22 plus 12 over 6 equal 26. يبقى مين طلع معانا 26. نمبر 5 cube root of 125 equal square root of كم؟ طيب احنا عارفين ان cube root of 125 5. square root of كم يدينا 5؟ ممكن تكون عارف على طول ان هي 25 او لو مش عارف هتعمل هنا 5 تايمز 5 اللي هي تديك 25 نمبر 6 بيقول if the age of رامي now is x years يعني عمر رامي الان x years then his age age after 12 years is بعد 12 سنه يعني عمره هيكون زاد يعني بلس 12 years الاكس زي ما هي بلس 12 years نمبر 3 لتر A will represent the 2x plus y equal 4 graphically ثم اجد the slope of the line representing the relation عايزك ترسمها وبعدين تجيب السلوب طيب احنا عشان نرسمها كالعادة لازم يبقى معانا التيبل في كذا اوردر دي بير ادي الاكس وادي الواي هنقول الاكس مره بزيرو مره بـ1 مره بـ2 ونقول إف x إيكوال 0 تعالى بقى نشيل الاكس ونحط 0 يبقى 2 تايمز 0 اللي هي 0 يبقى 2 تايمز 0 بلس y إيكوال 4 يبقى 0 بلس y إيكوال 4 يبقى في الأخير y إيكوال 4 بعد كده إف x إيكوال 1 يبقى 2

يبقى واي الفور تروح هناك بنحل equation عادي خالص 4 4 اللي هي 0 يبقى احنا معايا 3 بوينتس ممكن نعملهم على الجراف عادي تعالى بقى نعمل الجراف بتاعنا ادي الاكس اكسس اسف اليك الواي اكسس وبعدين الاكس اكسس الواي ايكل ده الواي اكسس ده الاكس اكسس 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 نيجاتيف 4 نيجاتيف 5 نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 نيجاتيف 4 نيجاتيف 5 تعالوا بقى مع بعض كده معانا 0 4 و 1 و 2 0 and 4 و 1 and 2 آخر بوين 2 and 0 بعدين هتوصل ما بينهم وتعمل straight line طب هو عايز الاسلوب بقى؟ تعالى نشوف الاسلوب ازاي نجيبه انت معاك هنا 0 4 1 و 2 عشان نجيب الاسلوب هنجيب ال difference of y over the difference of x يبقى دي x1 y1 x2 y2 يبقى 2-4 over 1-0 2 4 تبقى نيجاتيف 2 1 0 1 يبقى السلوب نيجاتيف 2 نيجي بقى لتر بي بس مضطرين بقى نوريكم السوليوشن كامل عشان هنمسح لتر بي بيقول لي find the solution set of the inequality negative 2 less than 3x plus 7 less than or equal 10 in R then represent the solution set in the number line. طيب احنا عايزين نجيب ال value بتاعت x ركز معايا جدا بقى عشان احنا عشان نتخلص من الحاجات اللي جنب ال x ديت لازم نعمل additive inverse و division وامور كده كتير مع بعض. انت هتبص هنا عايز x فقط ففي هنا positive 7 فهتعمل هنا negative 7 وهنا negative 7 وهنا negative 7. نيجاتيف 7 بلس نيجاتيف 2 تبقى نيجاتيف 9 وده كده يروح مع ده تبقى 3x. وبعد كده 10 ماينس 7 تبقى 3. ممكن هنا اقول له adding negative 7 for each side. بعد كده انت عايز ال value of x يبقى divide each side by 3. بهنا over 3, for 3 over 3 over 3. 9 over 3 3. ودي كده x ودي كده 1 يبقى نيجاتيف 3 تو 1 يبقى السوليوشن سيت بتاعي نيجاتيف 3 تو 1 دي كده كلوز ودي اوبن نيجي نعمل النمبر لاين بتاعنا طيب ادي النيجاتيف 3 وادي ال1 طب ليه عملت كده النيجاتيف 3 اوبين سبتها زي ما هي ال1 كلوز سيبتها برده زي ما هي ده كده ليه النمبر لاين بتاعنا نيجي لك كويستشن نمبر 4 في نمبر 4 بيقول لي فايند سلاترال اريا اوف ذا سيركلر اوف ذا رايت سيركلر سلندر Of volume 150 by سنتيمتر كубي، and the height 6 سنتيمتر. عشان هو مديك volume. فأنت لازم تكتب قانون ال volume. volume of cylinder equal the area of base by height. The area هي يعني على شكل circle يبقى by R2 times the والفوليوم 150 باي هنعمل عمليه سيمبليفاي الباي تروح مع الباي والار سكوير تايمز الهايت اللي هو 6 يبقى عشان نجيب الار سكوير هنعمل 150 ديفايد باي 6 يبقى 150 ديفايد باي 6 Equal 25 يبقى عشان نجيب ال -R ناخد ال root of 25 وهنعمله بالبوزيتيف فقط تبقى 5 سنتيمتر بس خلي بالك هو بعد كل ده عايز ال lateral area عشان نجيب ال lateral area عبارة عن the perimeter of the base times the height طب ال بتاعت السيركل ايه؟ 2 pi r times the height ادي ال 2 ال pi هل هو مديني ال value بتاعتها ولا هو عايزها with pi؟ لا مش مديني ال value بتاعتها يبقى نسيبها باي زي ما هي والريديوس احنا طلعناه 5 الهايت هو مدوني 6 a 2 by 5 10 by 6 tip as a pi centimeter square the solution can letter b will leave x negative 1 to 4 Taman hina open هنا closed y equal closed interval 3 to open the interval infinity using the number line find each of the following add the number line ادي نيجاتيف 1 0 1 2 3 4 5 انفينيتي نيجاتيف انفينيتي ال x من نيجاتيف 1 open لل 4 closed وبعد كده ال y من 3 closed للانفينيتي اوبن هو عايز اول حاجه اكس يونيون واي اكس يونيون واي يعني هو عايز من الستارت بوينت للاند بوينت من البدايه للنهايه يعني من نيجاتيف 1 تو انفينيتي النيجاتيف 1 اوبن والانفينيتي اوبن عايز اكس انترسكشن واي يعني عايز اللي فيها اللونين الازرق والاخضر يبقى من 3 ل 4 وطبعا الاثنين واضح ان هم كلوزد واخيرا اكس ماينس واي يعني بيقول لك احذف الواي انا مش عايز الواي عشان تبقى مش عايز الواي لازم تحذف اللي هو بالاخضر اللي هو ده كده يبقى انت عايز من اول نيجاتيف 1 لحد 3 بس 3 هتبقى ايه هتبقى اوبن يبقى من نيجاتيف 1 لل 3 ارجع بقى ثاني كده

هنعمل ملتبلاي باي الـ conjugate number اللي هو root of 3 minus 1 وهنا الـ root of 3 minus 1 هطلب منك طلب الـ 1 هو هو الـ root 1 عشان لما نيجي نعمل عملية ملتبليكيشن نعملها بسهولة تبقى طيب 3 minus 1 اللي هي 2 اتعود دايماً إن هما 2 conjugate numbers والاتنين تحت الـ root كده ده minus ده على طول وفوق النوريتور 2 تايمز root of 3 minus root of 1 الـ تروح مع التو 2 تروح مع الـ 2 simplify فالـ 1 يتبقى root of 3 minus الـ root of 1، 1. يبقى نقدر نقول له إن x and y are conjugate numbers. بعد كده بيقول لك ايه بقى عايز الفاليو اوف اكس سكوير بلس واي سكوير اكس سكوير بلس واي سكوير والله احنا ممكن بكل بساطه احنا متعودين ان احنا بنجيب كده اكس بلس واي باور 2 بس احنا عارفين ان اكس بلس واي باور 2 ده بيتفك بالطريقه الفلانيه اكس باور 2 واي باور 2 بلس 2 اكس واي ففي هنا زيادة 2xy، فاحنا ممكن نعمل minus 2xy. تمام؟ دي أفضل طريقة تحل بيها الاكزامبل ده. x بلس y، طب الـ x بكام؟ root 3 بلس 1. والـ y؟ root of 3 minus 1 باور 2. الـ x تايمز الـ y لما عملناهم طلعت معانا بـ 2. يبقى 2 تايمز 2. طبعًا البوزيتيف 1 هتروح مع النيجاتيف 1. تبقى 2 root of 3 power 2 minus 2 times 2 اللي هي 4. ال 2 power 2 تبقى 4 وال root of 3 power 2 تبقى 3 minus 4. 4 times 3 12 12 minus 4 equal 8. ادي الاكزامبل كاملا من اول عمليه السمبليفاي simplify نمبرز numbers. وبعد كده سكوير بلس y سكوير نيجي بقى

3, 4. دي كده الستس ودي الاكس ودي الواي ودي الاكس او دي الـ الـ مش, الواي بقى الفريكوانسي ودي الاكس تايمز الفريكوانسي الستس من 10 20 30 40 50 الاكس عشان نقدر نجيب الاكس اللي هو السنتر عبارة عن اللوست فاليو بلس الهايست فاليو اوفر 2 عشان نجيب السنتر كده هيبقى عبارة عن الـ 10 بلس 20 اوفر 2 10 بلس 20 30 30 اوفر 2 15 لاحظ ان هو كل مرة increase 10 يبقى انت في السنتر هت increase 10 25 35 45 55 بعد كده الفريكونسي قدامك 8 12 14 7 بعد كده x times the frequency center times the frequency أنا ممكن نسمي دي C تبقى center of it. 15 times the 8 تبقى 120 بعد كده 25 times 12 تبقى 300 35 تايمز ال 14 تبقى 490 بعد كده 45 تايمز 9 بعد كده 55 تايمز 7 تبقى 385 بعد كده محتاجين نجيب الصم بتاعهم او التوتال التوتال هنا وهنا هو طبعا هعطيك 50 بيوبلز يبقى التوتال هنا 50 والتوتال هنا 120 بلس 300 بلس 490 بلس 405 بلس 385 يبقى 1700 دي طريقه سيستماتيك لحل المين درس المين ده احنا درسناه في ليسون كامل في فيديو من الفيديوهات بتاعنا فطريقه ثابته بنحل بيها عشان تجيب المين بقى هتاخد التوتال ده اوفر النمبر اوف بيوبلز ويطلع معاك بالكالكوليتر اوفر 500 equal احنا عملنا 500 فور 50 اسف تبقى 34 34 ماركس يبقى المتوسط بتاعك المين 34 marks كده يا شباب يكون انتهى الاكزام نلتقي في الاكزام القادم ان شاء الله اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو للاستفادة الأكبر والأكبر طلبة جميع المراحل عرض السنة دي مش هيتكرر عرض الأونلاين طلبة المراحل البرايمري اللي هي جريد 4 5 6 سعر السيشن 25 جنيه بريب 1 35 جنيه زي ما هو ظاهر قدامكم بريب 2 45 جنيه بريب 3 55 جنيه للسيشن السيشن دي برايفت يعني سعر رمزي برايفت يعني طالب واحد فقط السيشن دي عشان تفهم احنا بنعمل فيها ايه بنعمل فيها كالتالي السيشن دي بتبقى ملك للطالب يعني الطالب يكرر فيها يحل فيها اكزامز طب يا مستر ما انت بتحل لنا الاكزامز افترضنا ان في طالب ما فهمش من الفيديوز فممكن يفهم من الاونلاين اكتر طالب حابب نحل قبل ما اللي يستنى الفيديو ينزل على اليوتيوب فيحل قبلها طالب حابب يراجع ويبدا المنهج من الاول في وقت يا مستر آه ان شاء الله في وقت رغم ان احنا في خلاص فاضل وقت قليل عن الامتحانات الا انه نقدر نشرح المنهج كاملا بامر الله لأنه احنا بنكثف سيشنز وممكن ناخد سيشن واثنين في اليوم وحصلت مع طلبه كتير طيب حابب نحل اكسرسايز بتاعت معين ريفيجن أه نشرح اجزاء معينه من المنهج مجمع شويه اسئله واقفه معاك وحابب تفهمها اتواصل على رقم الواتساب اللي ظاهر قدامك طول الفيديو ده اتواصل عليه ونظبط مع بعض الميعاد ونشوف ايه اللي انت حابب نعمله في السيشن دي ونركز عليه ونشتغل عليه ونشتغل على نقط الضعف بتاعتك في الماس بشكل عام وبشكل اخص الحاجات اللي انت بتحددها فالسيشن دي هتفرق معاك جدا وبالاخص ان هي السنه دي سعر استثنائي مش هيتكرر فما تفوتش الفرصه والحق تواصل معانا على الواتساب والحق احجز معك قبل ما المواعيد تكتمل وفي الاخير يا شباب اتمنى تكونوا بتستفيدوا من الفيديوهات بشكل عام بدون ما ترجع للاونلاين احنا بنحاول بامر الله ننزل المحتوى كامل نحاول نحل كل الامتحانات حلينا كل الاختبارات التراكميه فما تبخلوش مع علينا بدعمكم باللايك والشير والسبسكرايب شير في كل مكان عشان القناة تنتشر وتكبر كومنتاتكم الإيجابية صدقوني بتبقى دافع كبير لنا عشان نكمل وفي الأخير يا شباب دعواتكم عشان نقدر نكمل ونعمل محتوى كامل مجاني ونطوره كل سنة عن اللي قبلها وأتمنى لكم في الأخير كل التوفيق شكرا والسلام الله عليكم